السلام عليكم أعزائي الطلبة. في محاضرة جديدة في مادة مقاومة المواد Strength of Materials الفصل الأول. اليوم راح نبدأ في موضوع التورشن. شنو هو التورشن؟ طلاب، إذا نلاحظ هذه الصور اللي أمامكم، هنا كل الأفعال اللي يعني ظاهرة بالصورة يجمعها عامل مشترك اللي هو عملية اللي. لاحظ هنا مثلا لما كنا نمارس هاي الأفعال، لما نفتح يعني الكفر لقنينة ماء، فراح نقوم بهذا التأثير، راح نحاول أن نلوي هذا الكفر من خلال تسليط عزم دوران عليه، يعني نفره. وأيضا هنا تقريبا نفس الأكشن أو نفس التأثير. وأيضا لما نحاول مثلا نفتح برغي أو استاد في ماكينة أو سيارة، أيضا تلاحظون راح تقريبا نفس الفعل. فهذا بالحقيقة التأثير اللي راح ينتج على هذه الأجسام اللي نسلط عليها هذا العزم، عزم الدوران. هذا راح يسبب لي إجهادات نسميها التورشن. فإذا التورشن هي عملية لي لجسم معين حول محوره الطولي من خلال تسليط عزم الدوران نسميه تورك. العزم اللي نسلطه نسميه تورك. فإذا تورك هو is a moment that tends to twist a member about its longitudinal axis. إذا التورك هو عزم يحاول أنه يلوي، تويست يلوي، أو إحنا نقول يفرك يعني المنبر، أي منبر مثل هذا اللي أمامنا، حول محور الطولي. من المحور الطولي هذا هو المحور الطولي اللي على طوله يعني ممتد. تلاحظون أنه إحنا الدوران ده يصير حول المحور الطولي، حول المحور الطولي، أو نقول في مستوي مساحة المقطع، في مستوي المقطع. زين. Its effect is of primary concern in the design of drive shafts used in vehicles and machinery. طبعا هذا التأثير يعني أبرز مصاديقه، أو يكون مهم جدا في المكائن والسيارات، خصوصا في الدرايف شافتس في هذه السيارات أو المكان. احنا في هذا الموضوع راح ندرس هذا التأثير ونشوف الإجهادات اللي راح يسببها تسليط هكذا نوع من الأحمال أو العزوم على الأجسام. وأيضا طبعا مثل ما تشوفون هنا، مثلا من نسوي هاي عملية اللي، فبالنتيجة راح تتكون عندي زاوية لي، أنجل، هنا أنجل أوف تويست نسميها، أو تويستينج أنجل، اللي هي زاوية اللي بين يعني بداية المنبر ونهايته. راح يكون أكو دوران يصير بالمقطع العرضي مالته من وضع الأصلي إلى وضع جديد من خلال زاوية طبعا. وأيضا راح يسبب لي إجهادات داخل هذا الجسم. فإحنا راح ندرس هذا الاثنين، اللي هو الإجهادات الناتجة عن التورك، وأيضا زاوية الانحراف أو زاوية اللي اللي تصير في المنبر. في منهجنا إحنا راح نقتصر على المقاطع الدائرية فقط، لأن تعرفون يعني هاي ممكن يكون التأثير على أي مساحة مقطع، ممكن يكون مساحة مربعة، مثلثة، مستطيلة، أو حتى غير منتظمة. لكن إحنا في دراستنا راح نقتصر ضمن منهجنا فقط على المقاطع الدائرية. أوكي، فحتى نشتاق العلاقات اللي راح نستخدمها في هذا الموضوع، عندنا مجموعة من الأسامشنز، الفرضيات اللي راح نستخدمها في الاشتقاق. أولاً circular sections remain circular، يعني المقاطع الدائرية تبقى دائرية، يعني مثل ما تعرفون إحنا من نسلط اللي ممكن نتوقع أنه الدائرة ما تبقى دائرة، ممكن أن تميل مثلاً إلى أن تصير بشكل بيضوي أو غيره. ولكن إحنا حتى نسهل عملية الحل واشتقاق المعادلات، فراح نفترض أنه circular sections remain circular.
plane sections remain plane and do not rub. أيضا المقاطع المستوية راح تبقى مستوية، يعني ما تنحرف عن الوضع الأصلي مالتها من ناحية تعامدها على المحور الطولي. طبعاً هنا straight radial lines in the section remain straight، يعني هنا انصاف الأقطار في المقطع اللي هي طبعاً خطوط مستقيمة. بعد العملية تسليط التورك أيضاً تبقى هي خطوط مستقيمة بالنسبة لأنصاف الأقطار. Shaft is loaded in planes that are perpendicular to its axis، يعني هاي مثل ما قلنا قبل شوية أنه التورك يكون حول المحور الطولي، الأحمال اللي هي العزوم المسلطة على هذه الأجسام راح تكون حول المحور الطولي. وأخيراً stresses do not exceed the proportional limit، يعني ما نتجاوز هنا البروبورشن، يعني نبقى بالإلاستيك مثل ما حكينا في موضوع الأكسيال لودد ممبرز، أنه ما نتجاوز الحدود اللينير أو الإلاستيك، يعني تبقى المادة خاضعة لقانون هوك. فهسه لا أخذنا هاي الحالة يا طلاب، يعني هذا هسه سيركولار شيفت معرض إلى تورك، هذا التي نرمز له طبعا، تي كابتل هو رمز للتورك يعني عزم الدوران، قلنا عزم اللي، ومثل نقول مثبت من جهة وحر من جهة. فهنا إذا عندك مسلط أنت عزم دوران تورك مقداره تي، فطبعا يعني بشروط الاتزان راح يقابله تي هنا في ال في ال السبورت، ويكون مساوي إلى بالمقدار المعاكس إلى باتجاه الدوران، وراح يسبب مثل ما قلنا قبل شوية انحراف في المقطع عن وضعه الأصلي. طبعا بما أنه هذه النقطة أي هي نقطة ثابتة بالسبورت، فما راح يصير انحراف هنا في هالنقطة، بينما النقطة B اللي هي الحرة، النقطة الحرة، فراح نتيجة لوجود هذا العزم لاحظ هالشكل يحاول يفر السكشن، فراح نقول نقطة B تتحرك تروح إلى نقطة C، راح يصير بها هذه المسافة، مسافة الحركة ضمن المقطع. بالنتيجة إذن اللاين AB راح يتحرك إلى وين؟ إلى أن يكون اللاين AC، وهذا راح يسبب لي هذه الزاوية اللي هي الجاما اللي تكون على طول المنبر. أوكي، هذا يعني التأثير اللي احنا طبعا مكبر مثل ما قلنا دائما انه هذه الانحرافات والزوايا هي قيم قليلة، ولكن احنا نكبرها بالرسم حتى نوضحها. هذا طبعا الزاوية هذه بالنسبة على طول المنبر. اما اذا نحكي عن المقطع احنا بالسكشن، هذه السكشن احنا مكبرين، فالزاوية هي هذه بالحقيقة اللي هي بين نصف القطر OB، هذا نصف القطر الأصلي، أيضا نصف القطر نتيجة لهذا العزم اللي يحاول أن يفره راح يصير OC، فأيضا راح تتكون عندي هنا زاوية نسميها فاي، زاوية فاي. هذه زاوية الدوران بالحقيقة اللي راح نحسبها إحنا، هاي زاوية الدوران اللي هي بالمقطع ضمن المقطع، لاحظ هذه الزاوية هي بين OB والOC اللي هي مقدار الحركة اللي صارت بين B والC، تمثلها الزاوية فاي. فإذا جينا هسه نباوع على هذا السكشن، فقلنا راح تتحرك النقطة من B إلى C، فإذا أخذنا هسه أي نقطة مثلا هاي النقطة، أو أخذنا البعد من السنتر إلى فد يعني نصف قطر، العفو نقطة معينة يعني ما وصلنا للأخير هنا، فنصف القطر أو المسافة الواصلة بين المركز وهاي النقطة هي رو، هاي المسافة رو. فأريد نشوف تحت تأثير هذا التورك اللي دا يحاول يفر بهالاتجاه، فقلنا هذا اللاين، هذا الأو بي يتحرك إلى الأو سي، بالنتيجة إذن صار عندي على امتداد هاي النقطة صار عندي حركة من هنا إلى هنا، لاحظ هاي سميناها دلتا أس، هاي المسافة المنحنية دلتا أس. هذا أردنا نحسبها، شلون نحسبها؟ هي هذه بالحقيقة طول قوس، طول قوس، واحنا طول القوس عندنا قانون إله. شنو قانون طول القوس؟ الارك لينث هو
نصف قطر التقوس في الزاوية المحصورة بين الشعاعين هذا. فالزاوية هي فاي قلنا، والمسافة من السنتر إلى القوس هي هذه اللي هي نفسها الرو، لاحظ نفسها هاي الرو. فإذا دلتا اس هي رو في فاي، هذه هي المسافة الحركة المنحنية اللي صارت بالسكشن نتيجة لتأثير التورك. زين، هذه المسافة إذا أردنا أن يعني ناخذها كنسبة من الطول، كنسبة من الطول، شنو هنا نسبة من الطول؟ قلنا في نقطة أي الثابتة بالسبورت ما يصير عندي أي حركة، ما يصير عندي أي دوران، بينما في النقطة الفري هي أكبر دوران. يعني لاحظ هنا المسافة تزيد كل ما تحركنا من الأي إلى البي. بالأي قلنا زيرو، بالبي البي تحركت للسي، إذا أخذنا مثلا نقطة هنا راح تتحرك بس بمقدار أقل من هذا. فهاي الحركة الكبيرة إذا أخذناها نسبة للطول، يعني خلينا نقول مثل شلون نسوي المعدل مالتها، أو نريد نحسب الجاما هذه اللي هي منه المقابل هذا على المجاور، مو هالشكل، احنا الزوايا الصغيرة، يعني الزاوية الصغيرة تساوي التان مالتها الظل. فإذا المسافة دلتا اس هاي اللي حسبناها راح نقسمها على الال، هذا اللي هو هذا الال، دلتا اس هي رو في فاي، فراح يصير عندي الجاما هي قيمتها رو فاي على ال. فصار عندي هسه الجاما هي هاي قلنا قيمتها. الشيرنج ستريس at this fiber is determined from Hooke's law. إذا أردنا هسه نحسب في هذه على نفس قلنا هذا الفايبر، هذا نفس الـ يعني الـ المسافة، إذا أردنا نحسب الشير ستريس اللي يصير هنا نتيجة لتأثير التور، الشير ستريس حسب قانون هوك أخذناه سابقا تا يساوي جي في جاما، هاي بالنسبة للشير قلنا. طبعا هسه إذا سألنا قلنا ليش دلنا نحكي عن الشير ستريس، احنا موضوعنا تورشن مو شير. هنا بالحقيقة هو التورشن صحيح هو مو شير، لأنه الشير مثل ما تعرفون هي قوة موازية للمقطع، هنا هي مو قوة، هو هذا التورك أو عزم يعني، بس تأثيره هو مشابه لتأثير الشير. ليش؟ لأنه هو يكون قلنا في مستوي، يفتر في مستوي السكشن، فتأثيره بالحقيقة هو على المقطع، والانحراف اللي يصير قلنا يصير بالمقطع. فبالنتيجة إذا تأثير التورك هو مشابه لتأثير الشير، والستراس الناتج عنه هو شير ستراس، لأنه يكون التأثير موازي للمقطع وليس عمودي عليه، فما ينتج عندي هنا نورمال ستراس وإنما شير ستراس. فإحنا أخذنا قلنا الهوكس لو للشير ستراس سابقا، تاو هو جي في جاما، جي هو مودولس أوف ريجيديتي سمينا، أو قلنا شير مودولس أوف إلاستيسيتي، والجاما هي هاي اللي حسبناها الزاوية الناتجة. فإذا التاو راح يكون هو الجي في الجاما، نجيب هاي قيمتها الفاي في الرو على الال مضروبة في الجي، فصار هذا عندي العلاقة اللي تنطيني قيمة التاو بدلالة جي فاي أوفر ال مضروبة في رو. هاي المعادلة طلاب الجي والفاي والال هي ثلاثتهم ثوابت بالنسبة للمنبر المعين أو للشفت المعين. الجي هو قلنا خاصية من خصائص المادة، يعني هو المادة مالتها ثابتة ما تتعلق بموقع النقطة مثلا بالسكشن، هي الجي لكل المادة. الفاي أيضا هي تكون شنو ثابتة لأي نقطة على نصف القطر، يعني هذه ما لها علاقة بالرو، يعني سواء أنت ماخذ هنا النقطة أو هنا أو هنا أو هنا، هو بالنتيجة الفاي راح تكون بين الـ OB والـ OC، فأي نقطة تأخذها على طول هذا النصف القطر أو على طول هذا نصف القطر راح نفس الفاي تكون لها. والـ L أيضا هو ثابت للشفت مو متغير، المتغير الوحيد هو الرو. الرو ليش؟ لأنه قلنا هو المسافة بين السنتر مال الدائرة إلى النقطة اللي أنا دا أحسب بيها. فإحنا أخذنا مثلا لهنا، ممكن واحد يأخذ أزيد ممكن واحد يأخذ أقل، فإذا الرو هي المتغير الوحيد في هذه المعادلة. فإذا نستنتج من هذا الكلام أنه الشير ستريس يتناسب طرديا وبشكل خطي مع المسافة من مركز المقطع الدائري
باتجاه أي نقطة على نصف القطر، وبالنتيجة راح يكون توزيع الإجهاد بهذا الشكل اللي نشوفه قدامنا. يعني هذا هو نصف القطر من الـ O إلى الـ B، فقيمة السترس هنا راح تكون في الـ O في السنتر صفر حسب هاي المعادلة. طلاب انتبه لي، قيمة السترس هذا التاو شير سترس الناتج من التورك هو يتعلق بالرو، فهنا قيمة الرو شقد بالسنتر؟ قيمتها صفر، لأن هي الرو أصلا هي المسافة من السنتر إلى أي نقطة بالدائرة. فإذا أنت جيت أخذت النقطة بنفس السنتر، فإذا المسافة من السنتر إلى السنتر هي صفر، فإذا هنا راح يصفر، وبالنتيجة نتيجة قيمة التاو راح تكون صفر، فهنا صفر. وأعلى قيمة للتاو راح تكون عند أعلى قيمة للرو، وأعلى قيمة للرو هي وين؟ أكيد هي في يعني حافة أو في محيط الدائرة، في محيط السكشن اللي هو يقع على بعد R، يعني في حدود السكشن. فهنا راح ينطيني الماكسيمم تورك إذا رسمناه بهذا الشكل، باعتباره قلنا إجهاد قص شير سترس موازي المن للسكشن. فهنا راح تكون الماكسيمم، وهنا راح يكون الزيرو، والعلاقة بيناتهم راح تكون خطية بشكل لينير. أوكي، هاي علاقة الإجهاد بالمسافة رو اللي هي المسافة بين السنتر وأي نقطة ضمن السكشن. زين، احنا هسه حتى نحسب السترس بشكل يعني بقانون اكثر يعني عملي، راح نجي شو نسوي؟ نقول التورك الخارجي هذا لازم يقاوم تورك داخلي حتى يتحقق عندي الاتزان. فاذا تي الخارجي راح يكون يساوي التي ريزيستنس، يعني المقاوم. التي ريزيستنس اذا جينا هسه اخذنا اي نقطه اللي هي هاي النقطه مثلا بداخل السكشن، وشفنا ايش قد بيها مقاومه للتورك الخارجي، ونسوي تكامل طبعا لكل السكشن. ففي هاي النقطه التورك المقاوم هو بما انه عزم فلازم قوه في ذراع. القوه هي منو او الذراع منو؟ هو الذراع هو هذه الرو قلنا من السنتر الى النقطة اللي أنا بهذا الذراع، والقوة اللي تسبب التورك هي هاي القوة الداخلية هذا السهم، نسميها دي بي، يعني هي البي بس ناخذ احنا بما انه ناخذ نقطة واحدة او element واحد وبعدين نسوي تكامل. فالدي بي هي يعني قوة القص هنا المقاومة، راح تكون الشير سترس في الدي اي. دي اي منو؟ هي مساحة هذا element الصغير. مثل ما نعرف أي قوة هي عبارة عن إجهاد في مساحة، فجبنا هذه خليناها في القانون. التورك إذن هو تكامل الرو دي بي، الرو قلنا هي ذراع القوة والدي بي هي القوة. زين، والدي بي هي منو قلنا؟ هذه التاو في الدي اي، نعوضها صار عندي هذا التكامل رو، تكامل رو في تاو دي اي هذا يساوي لي منو؟ التورك الخارجي. بعدها إذا جينا للتاو هذه وعوضناها بما يساويها قبل شوية، اشتقينا هذا القانون، التاو قلنا هو جي فاي على ال في الرو، فنجيبه كله نخليه بمكان منه، بمكان التاو هنا، صار عندي هذا القانون أو المعادلة، تي يساوي تكامل الرو جي فاي على ال في منه قلنا الرو هذه في الدي اي. طبعا هنا الجي فاي أوفر ال قلنا هو ثابت، كل هاي الثوابت نقدر نطلعها خارج التكامل. شو بقى عندي؟ الرو في الرو صارت رو تربيع والدي اي تنزل. زين، هذا التكامل تكامل رو تربيع دي اي هو يمثل بالحقيقة جي، نقدر نشيله كله نخلي بمكانه جي، والجي هو شنو؟ هو البولر مومنت اوف انيرشيا اوف ذا كروس سكشن، اللي هو عزم القصور الذاتي القطبي للمقطع. هذا يعبر عنه هذا القانون. فقلنا نشيل نخلي جاي، صارت عندي العلاقة بالشكل التالي، التي التورك يساوي جي فاي أوفر ال، هاي تنزل، ومكان قلنا هذا التكامل خلي شنو؟ جاي. وإذا يعني رتبنا المعادلة هذه بشكل أن نطلع فاي تساوي، راح يصير عندي بالشكل التالي، الفاي تساوي تي ال أوفر جي جي، وهذه هي العلاقة الأولى اللي نستقها في هذا الموضوع، اللي تنطيني
قيمة زاوية الدوران أو زاوية اللي اللي تتكون نتيجة تأثير التورك الخارجي المسلط بهذا القانون T في L على J في G، حيث أن الفائق إن هي angle of twist هي زاوية اللي أو زاوية الدوران of one end of the shaft with respect to the other end measured in radian. إذن هذه هي الزاوية اللي تتكون في الشفت في نهاية في إحدى النهايات نسبة للنهاية الأخرى، مثل ما شفنا هنا يعني هاي النهاية ثابتة، فهاي الفاي هي تكون بالنهاية الأخرى، فإذن هي نسبية بين نهاية ونهاية أخرى أو بين نقطة ونقطة. التي هو الأبلايد تورك، طبعا الفاي هاي تقاس بالراديانز مو بالديجريز، هاي ننتبه له بهاي العلاقة، القياس الزاوية هي بالراديانز مو بالديجريز. T هو الابلايد تورك اون ذا شافت، T قلنا هذا هو التورك الخارجي المسلط على الشافت. ال L هو لينث اوف ذا شافت، هذا طول الشافت كله من بداية النقطة الأولى إلى النقطة الأخيرة، هذا هو ال L طول. ال J قلنا هو الشافت بولار مومنت اوف انرشيا، قلنا هو عزم القصور الذاتي القطبي للشافت. وال G هو شير مودولس اوف الاستيسيتي for the shaft material، للمادة المصنوع منها الشفت قيمة الجي هذه تكون ثابتة، shear modulus of elasticity أو قلنا نسميه modulus of rigidity مثل ما ذكرنا في محاضرات سابقة. المعادلة نفسها هذه اللي حسبنا منها الفاي إذا رجعنا رتبناها بهذا الشكل G phi على L يساوي T على J، وجينا بمكان هذه G phi على L جبنا منها أيضا مكانها تساوي تاو على رو، فخلينا بمكانها تاو على رو وأعدنا ترتيب المعادلة، راح يطلع عندي معادلة جديدة اللي هي تاو تساوي تي في رو على جي. هذه المعادلة ايش تنطيني؟ تنطيني إجهاد القاص الناتج عن عملية التورشن اللي نسميها التورشن فورمولا، هذه هي صيغة التورشن. فإذا التاو الشير ستراس هو التورك المسلط في الرو، قلنا شنو الرو؟ هي المسافة، المسافة من السنتر من مركز الدائرة إلى النقطة اللي أنا دا أقيس بيها، هذه هي الرو على الجي. الجي هو نفسه قلنا عزم القصور الذاتي القطبي. هذه طبعا تعطيني القيمة الستراس، قلنا في أي نقطة، يعني قلنا من هنا إلى هنا أي قيمة بداخل هذا هاي تاو هنا، إذا أخذت هنا النقطة فيعطيني هاي القيمة، إذا أخذت النقطة هنا فينطيني هاي القيمة للتاو وهكذا. إذا أردت الماكسيمم، هذا الماكسيمم اللي هو يعني عادة نحتاجه حتى نعرف إيش قد أكو أقصى إجهاد مسلط، فهنا راح نعوض مكان الرو بأعلى قيمة إلها اللي هي قلنا منها أعلى قيمة هي نصف القطر، لأن أبعد قيمة عن السنتر هي منه؟ هي نقطة المحيط، فالمسافة بين السنتر والمحيط هي دائما شنو؟ نصف القطر. فنشيل الرو نخلي R، هذه راح تنطيني التاو ماكس، فإذا التاو ماكس هي تي ار اوفر جي، هذه هي المعادلة الثانية اللي قلنا نحتاجها في هذا الموضوع. فصار عندي معادلتين، معادلة لحساب الزاوية هذه فاي، ومعادلة لحساب التورشن، اوكي، اجهاد القص الناتج عن التورشن. اوكي، بقى عندنا بس القوانين اللي نحسب بيها الجي، هذا البولار مومنت اوف انرشيا. عندي ثلاث حالات يعني تمر علينا، اما يكون السكشن هو سوليد يعني هو كلهم قلنا مقاطع دائريه، احنا راح نقتصر على المقاطع الدائريه في منهجنا هاي السنه. فاما يكون المقطع هو سوليد اوكي مصمت يعني مملوء، فيكون القانون مالته هو هذا جي يساوي باي على 2 في ار اس 4، هذا بدلالة نصف القطر، او اذا اردنا نحسبه بدلالة القطر الدي فراح يصير باي على 32 في دي اس 4. فاما نستخدم هذا القانون او هذا القانون واثنيناتهم ينطوني نفس القيمة، يعني بس هذا قلنا بدلالة نصف القطر هذا بدلالة القطر، فننتبه رجاء. عندي حالة اخرى for hollow sections، المقاطع المجوفة اللي تكون هي دائرية ولكن شنو مو مملوءة وإنما أكو بيها فجوة، أوكي، هنا يعني راح يصير عندي نصف قطر داخلي نسميه R1
ونصف قطر خارجي نسميه R2. القانون هنا راح يكون هو نفس هذا القانون بالحقيقة، بس راح ناخذ بنظر اعتبار الفجوة الموجودة، راح يكون باي على 2 في R2 أس 4 ناقصا R1 أس 4، يعني النصف القطر الخارجي أس 4 ناقصا نصف القطر الخارج الداخلي عفوا أس 4. هذا هو قانون الهالو سكشن بالنسبة لنصف القطر، وإذا أخذنا قلنا بالنسبة للقطر فأيضا راح يكون باي على 32 نفس هذا، بس مكان الدي أس 4 راح يصير دي 2 أس 4 ناقصا دي 1 أس 4. الحالة الثالثة لما يكون عندي thin walled tubes، يعني هو همين مجهول بس هذا نسميه تيوب، يعني يكون سمك الجدار مالته كلش قليل، فهنا له قانون خاص. أيضا عندنا هنا قطر نصف قطر داخلي R1 ونصف قطر خارجي R2، وهنا نتعامل طبعا مع الأفرج مالتهم نسميه R. الR هو R1 زائد R2 على 2 اللي هو الأفرج، يعني معدل نصف القطر راح يكون هو يعني في منتصف السمك. اوكي، في منتصف السمك، فهنا الجي راح يحسب تقريبا من خلال هذا القانون البسيط 2 باي ار تكعيب في تي. 2 باي، باي طبعا مثل ما تعرفون النسبه الثابته، والار تكعيب قلنا هو هذا الافرج الار، والتي هو منه هو الثيكنس، ثيكنس الوول مالت هذا التيوب. اوكي، فهاي الحالات هاي القوانين نحفظها حتى نقدر نطبقها لكل حاله تجيني، يعني حسب السؤال إذا كان solid أو hollow أو thin walled tube. عندنا حالة أيضا قبل ما نبدأ بالأمثلة، إذا ردنا نحسب الفاي الزاوية، طبعا قلنا هذا قانونها TL over JG، بس إذا كان عندي applied torque أو section of the shaft is varying along the axis of the shaft، إذا كان عندي التورك هو مو قيمة ثابتة في مكان ما وإنما موزع، إذا تذكرون أخذنا هاي الحالة في الأحمال الموزعة لما كنا نحسب الدلتا بالممبرز، يعني زيادة بالطول والنقصان وهكذا. وأيضا إذا السكشن متغير يعني مو ثابت، مثل ما تشوفون هنا، هنا السكشن مثلا صغير، هنا يصير أكبر، هنا من تقطع تلقى دائرة صغيرة، هنا تقطع تلقى دائرة أكبر، فهنا شلون راح يكون عندي الحل؟ راح يكون الفاي هي تستخدم نحلها باستخدام التكامل من صفر الى ال، الى من يعني صفر الى ال اللي هو طول المنبر. تي اوف اكس يعني هنا العلاقه اللي تربط للتورك مع المسافه، لانه قلنا هو متغير، هنا متغير مع الطول. دي اكس على جي اوف اكس، جي اللي هو عزم القصور الذاتي القطب اللي هو يتعلق قلنا بالمقطع، ليش؟ لأن هو نحسبه بدلالة نصف القطر أو بدلالة القطر، وهنا هو متغير القطر أو نصف القطر، فهنا لازم أيضا ناخذه بدلالة X مضروب في الجي، فإذا تقريبا هو نفس القانون بس هنا نستخدم التكامل. زين، خلينا ناخذ مثال نطبق به هذه المفاهيم اللي أخذناها. ستيل شيفت 1 متر لونج، عندنا ستيل شيفت، اوكي، شفت فولاذي حديدي طوله 1 متر، الدايمتر ذات هاز دايمتر اوف 100 ملم، هذا هو الشفت طوله 1 متر، القطر مالته 100 ملم. رجاء ننتبه الفرق بين القطر ونصف القطر، اكو سؤال ينطيني القطر، اكو سؤال ينطيني نصف القطر، فنعرف احنا ايش نستخدم وما نخربط بيناتها. السبجكتد تو تورك اوف 2 كيلو نيوتن في متر، طبعا هذا التورك طبعا قلنا عزم، فتكون وحداتها هي وحدة قوة في وحدة طول، مسلط عليه هذا التورك مثل ما تشوف هنا 2 كيلو نيوتن متر. Determine the maximum shearing stress and the angle of twist، اذا طالب من عندي ذني المقدارين اللي هو الماكسيمم شيرنج ستريس التاو ماكس والانجل اوف تويست اللي هي الفاي، ومنطيني قيمة الجي اللي احتاجها هي 83 جيجا باسكال. زين، نجي هنا هذا التورك هو 2 كيلو نيوتن في متر. إذا جينا سوينا سيجما تورك يساوي صفر، يعني طبقنا الاتزان بالنسبة للتوركس. لاحظ هنا شلون نطبق الاتزان طلاب، حتى يعني نكون دقيقين بالحل، فهنا نحتاج أن نطبق قاعدة الكف اليمنى في التعامل مع التورك. شلون؟ يعني إذا رسمنا هنا هذا 2 دايمنشن، هذا هو الشفت، وردنا نشوف شلون نمثل التورك،
فهنا تلاحظ أنه دائما إذا خلينا الكف اليمنى أصابع ما أصابع الكف اليمنى باتجاه الدوران، لاحظ اتجاه الدوران، فاتجاه الإبهام راح نرسمه بشكل سهم مزدوج هالشكل. فإذا تطبقه هنا لاحظ، طبقوها طلاب، هسه إذا تخلي أصابع الكف اليمنى مالتك تفرها باتجاه الدوران، راح تلقي الإبهام يشير إلى جهة اليمين هالشكل. فالرسمه ما رسمه سهم واحد، لان سهم واحد يشير الى الفورس القوه، اما السهمين هالشكل يشير الى انه هذا هو عزم وليس قوه. هاي انتبه لها رجاء. فهنا بالنتيجه ما دام هاي الاسهم الى هنا، فالسيجما تورك راح ينطيني التي اي، يعني التورك اللي راح يكون في الجهه اي راح يكون لازم شنو بعكس الاتجاه حتى يتحقق الاتزان. اوكي، هذا يعني قدامكم. والاشارات هنا بالحقيقة هي ما لها قيمة حقيقية، هنا ما نحكي احنا عن تنشن وكومبرشن، بس الاتجاهات لازم نميزها. فإذا اتفقنا أنه اليمين نعتبره موجب، فاليسار راح نعطيه سالب، فلذلك هاي الإشارة سالبة مثل ما نشوف هنا، ناقص تي اي زائد 2 يساوي 0. إذا تي اي هي 2 كيلو نيوتن، وراح يكون اتجاهها لاحظ كلوك وايز، يعني مع عقرب الساعة. شلون عرفنا؟ إذا تخلي هسه الإبهام مع اتجاه هاي الأسهم، راح يكون الدوران مالتك اذا انت تباوع من هذا الاتجاه، من هنا تباوع، فراح يكون الدوران هو مع عقرب الساعه. رجع انا هاي ننتبه لها زين. فعرفنا اذا قيمه التورك، احنا يحتاج ان نحسب الجي حتى نطبق القوانين، لان هو موجود بالقانونين. الجي هذا المقطع شنو؟ سوليد. فاذا قانونه ببساطه باي على 2 في ار اس 4. اوكي، باي على 2 تنزل الار، ايش قد نصف القطر؟ قلنا هنا منطين القطر هو 100، فناخذ نصف القطر اللي هو 50، ف 50 اس 40 ينطيني هذه القيمه. طبعا تطلع الارقام كبيره، لان احنا ناخذ يعني الوحده الاصغر اللي هي مليمتر اس 4، فيطلع هذا الرقم. هذا هو الجي. زين، التاو ماكس قانونه قلنا هو تي ار اوفر جي. هسه التي موجود عندي هو هذا، حسبناه 2، او هو معطى بالسؤال 2 شنو طلاب؟ كيلو نيوتن في متر. فاحنا ايضا قلنا نوحد الوحدات مالتنا، اذا اردت تستخدم نيوتن مليمتر فهنا لازم تحول، شو تحول؟ عندك الكيلو نيوتن لازم تحوله الى نيوتن، ومتر تحوله الى مليمتر، هم مضروبين ببعض، فهذا في الف وهذا في الف، بالنتيجه راح تضرب التورك في شقد؟ في 10 اس 6. هاي ننتبه لها رجاء. هاي 10 أس 6 هي 10 أس 3 من عدها لتحويل كيلو نيوتن إلى نيوتن ألف، و 10 أس 3 اللي هي ألف لتحويل المتر إلى مليمتر. أوكي، 2 في 10 أس 6 مضروبة في شنو؟ في نصف القطر اللي هو قلنا 50 على الجي اللي حسبناه بالخطوة السابقة، فهذا راح ينطيني 10.18 طبعا نيوتن لكل مليمتر مربع، او قلناها نسميها شنو الوحده، نسميها ميجا باسكال. اذا هذا هو الماكسيمم شيرنج ستراس اللي طلبها من عندي بالسؤال المطلب الاول. هسه شيرنج من عندي انجل اوف تويست اللي هي قلنا الفاي، ايضا نطبق قانونها تي ال اوفر جي جي. التي قلنا هو نفسه على 2 في 10 على 6. ال هو طول الشفت، طول الشفت لاحظ اللي هو 1 متر، ونعوضه بالمليمتر الف، على الجي نفسه هذا اللي حسبناه ينزل، والجي الجي معطى بالسؤال 83 جيجا باسكال. فقلنا بما انه احنا استخدمنا وحدات الميجا باسكال اللي هي نيوتن مليمتر، فلازم نحول جيجا الى ميجا، نضرب في الف، فصير 83 في 10 اس 3. هذه ايضا نضرب ونقسم، الناتج راح يطلع لي لاحظ 0.0024 راديان، قلنا تطلع لي بالراديان، وايضا قيمها تطلع صغيره، يعني لازم ننتبه لهاي الارقام، ويطلع لك فد رقم مثلا 76 عدد صحيح وكذا، هو يعني لازم يطلع لك بالبوينتات، وايضا هو بالراديان. طبعا هنا الفاي راح يكون اتجاه الزاويه نفس اتجاه التورك، فبما ان هذا التورك هو كاونتر كلوك وايز، فالزاوية اللي تنتج عنه أيضا راح تكون كاونتر كلوك وايز at the free end B. طبعا هذه الفاي هي وين راح تتكون؟ راح تكون بالفري end، لأن هي قيمتها بالفيكست end 0 وبالفري end أكبر ما يكون،
وهذه هو نحسبها احنا طبعا قلنا بين نقطتين بين الاي والبي، وتكون اعلى قيمة لها في النقطة بي.